مفيش حد ما بيحبوش، كل الشعب المصري بيحبه. لا 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 لا. واشكر كل حد قال كلمة حلوة على الدور، بجد اسعدتوني والله. لا ما فكرتش في السؤال ده، انا بعك وربك بيفك. دي انا، اديها المايك لو سمحت، اديها المايك. فنانة نانسي صلاح، اهلا بيكي معانا في ليالينا. اهلا وسهلا. كلمينا عن حضورك النهارده حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت، هل انت عاشقه من هذا النوع من الموسيقى؟ طبعا، مين ما بيحبش الفنان العظيم الموسيقار عمر خيرت؟ مفيش حد ما بيحبوش، كل الشعب المصري بيحبه. وكنت حريصه جدا ان انا اكون موجوده النهارده في الحفل بتاعه. وفي قصر عابدين مفيش احسن من كده. طبعا طبعا. اللي هي لا 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 لا. جبل الحريم. احنا خلصنا تصوير الفيلم خلاص، وان شاء الله ان شاء الله هيتعرض قريب. امتى بالظبط لا مش فاكره، بس انا كنت فاكره ان هو في الهالوين حاجه كده. ان شاء الله يعجب الجمهور يعني. وهو بكله بيتكلم عن قضايا ستات، وكلها قضايا مهمه جدا. وانا مبسوطه جدا من استاذ ايهاب ان هو ابتدى ان هو اهتم بالجانب ده، وفكر ان هو يخوض تجربه فيلم نسائي فقط. لا تجنن، كلها تجنن تجنن تجنن. لا والله كانت فعلا حاجه حلوه قوي، انا اتبسطت هناك معاهم في الكواليس كلهم فنانات. لا ده طبعا استاذه يعني وفاء عامر، واستاذ سوسن بدر، واستاذه هنا نهال عنبر، كل الاساتذه دول يعني فوق راسي. واكيد انا اتشرفت جدا ان انا اشتغلت معاهم في العمل ده. في حاجات طبعا الجو كان متقلب، الجو بس كان برد، في مشاهد صعبه قوي. الديالوج نفسه العظيم طبعا، استاذ فتحي عمل ورق عظيم، واستاذ حسام جد عمل برضو شغل عظيم جدا المخرج. بس الكلام كان صعب ان انا اقوله، واجهت صعوبه في الكلام يعني صعب. ايوه سونا. انا اتبسطت قوي بجد من ردود الافعال، ما كنتش متوقعه كده ولا متخيله كده، بس اتبسطت قوي 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 وفرحت جدا من قلبي. وبشكر كل حد قال كلمه حلوه على الدور، بجد اسعدتوني والله. طبعا يا كريم قوي يا روح. لا بص كتير والله، اهلي واصحابي الحمد لله الحمد لله. لا ما فكرتش في السؤال ده. لا هو ده. لا في حاجه شفتها قريب اللي هي وانت بتهارد ورك ولا بتورك فروم هوم؟ قالوا لا انا بعك وربك بيفك. دي انا. يا حبيبتي ربنا يخليك والله، انتوا اللي عينيكوا حلوه. شكرا والله، يعني انا مبسوطه قوي. اديها المايك لو سمحت، اديها المايك. ان شاء الله يعني بحضر حاجه كده، اول بس ما ابتدي فيها هتعرفوا والله. بس انا لسه ما فيش اي حاجه، مجرد تحضير. لا مش هينفع سوري.